السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحكيو على شركه هواوي، راح نحكيو حتى على الفرع تاع هذه الشركه هنا في الجزائر، نمدوا عليه بعض المعلومات اللي كاين الناس ممكن ما يعرفوهمش. وفي الاخر تاع الفيديو ان شاء الله خاوتي راح نحكيو على واحد العفسه مليحه دارتها هواوي، ومليحه خاصه في الفتره هذه تاع الحجر الصحي، راح تفيدنا بزاف. وهذه داروها الفرع تاع هواوي اللي كاين هنا في الجزائر. بلا ما نبقاو نحكيو بزاف خاوتي، نروحوا نحكيو في الموضوع تاعنا. بزاف الناس يعتقدوا انه هواوي هذه هي شركه صينيه مختصه غير في انتاج الهواتف الذكيه، وهي في صح ماشي هكاك. هواوي هي شركه تقنيه صينيه وعالميه تقدم حلول تكنولوجيه بصفه عامه مختصه في انتاج جميع الاجهزه الذكيه. مثال على هذا الهواتف الذكيه بمختلف الفئات، يعني عندهم جميع الفئات تاع الهواتف الذكيه، تخدم حتى الاكسسوارات تاع الهواتف، الساعات الذكيه وحتى السماعات السلكيه واللاسلكيه، وحتى الاكسسوارات الاخرين كيما الباور بانكس وهذوك الحوايج هادو كامل تخدمهم شركه هواوي. تخدم حتى الحواسيب بانواعها مختصه بزاف في مجال الاتصالات، وهي من بين اكبر المطورين تاع هذا المجال. ومثال على هذا اللي هي تقنيه ال5G اللي تطور فيها بزاف شركه هواوي، وبفضل التكنولوجيا تاع هذه الشركه تمكنت حتى من المجال تاع الخدمه السحابيه اللي هي الكلاود. كان عفسه خلاف ثاني اللي هي انه هواوي تخدم المعالجات تاع الهواتف الذكيه تاعها. المعالجات تاعهم هادو اسمهم هاي سيليكون كيرين، كاين منهم انواع في جميع الفئات تاع الهواتف، فئه اقتصاديه، فئه متوسطه، فئه عليا، يعني يخدموا جميع الفئات. وهواوي في العالم عندها اكثر من 188 الف موظف، ومتوفره تقريبا في 170 دوله ولا منطقه في العالم، ومنها ثاني الجزائر. ثاني حاجه ما بالهمش بها بزاف الجزائريين اللي هي انه شركه هواوي متوفره في الجزائر منذ 20 سنه. وقلنا في البدايه تاع الفيديو انه الفرع تاع هواوي هنا في الجزائر راح يدير لكم حاجه مليحه. المهم راح يديروا مؤتمر في الانترنت اللي هو عباره عن دوره تعليميه مجانيه، يعني باطل ماك راح تسلك ما والو. والدوره هذه راح تكون في مجال التكنولوجيا بطبيعه الحال، وراح تركز فيها بزاف الشركه على الحوايج اللي تطور فيهم، كما مثلا تقنيه ال5G وحوايج بزاف اللي تطور فيهم شركه هواوي. وبما اننا كامل مهتمين بهذا المجال التقني، وثاني قاعدين مع الحجر الصحي، يعني حاجه كيما هكا تقدر تفيدنا بزاف. الدوره هذه راح تكون ان شاء الله في 26 ماي هذا، وراح تكون مقدمه من طرف مختصين من هذه الشركه، وهذه اول مره هواوي ديرها في شمال افريقيا. بلا ما نساو انه داروا حوايج بزاف ثاني يشبهوا لهذه، كيما البرامج الخاصه للطلاب اللي داروها من قبل، ومثال على هذا فيوتشر سيدز، الاي سي تي اكاديمي، الاي سي تي كومبيتيشن، وحتى الجوب فير. وهادو كامل ديرهم الشركه باش تعاون الطلاب في قرايتهم، وحتى في كيما نقولوا حنا في الحياه المهنيه تاعهم بعد. الناس اللي مهتمين بهذه الحاجه وحابين يستفادوا وحابين يديو معلومات خاصه في الفتره هذه تاع الحجر الصحي، تلقاو في الوصف تاع هذا الفيديو ولا في الديسكريبشن رابط. مش حاجه صعيبه، راح تدخلوا في الرابط تكتبوا الاسم تاعكم والايميل، وهكا راح تكونوا سجلتوا في هذه الدوره التعليميه. ونخلي لكم ثاني خاوتي رابط واحد اخر تلقاو فيه كلش، وتلقاو فيه ثاني البرنامج تاع المحاضره اللي حين يديروها في 26 ماي هذا، وتلقاو فيها حتى التوقيت تاع كل حاجه راح يحكيوا عليها في هذه المحاضره ان شاء الله. كاين استفتاء راح يديروه هواوي في الاخر تاع هذه المحاضره. المهم اللي مهتم بهذه العفسه يلقى الروابط تحت الفيديو ويدير واش قلت لكم قبل بشوي. المهم خاوتنا كان هذا فيديو اليوم، نتمنى تكونوا ديتوا معلومات على هذه الشركه، نتمنى ثاني تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله ثاني تستفادوا من هذه المحاضره اللي راح ديرها هواوي. المهم خاوتي ما نطول عليكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله.